نشرة السادسة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع ازدواج قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي. وفي كلمة له خلال افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس، أوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا. اللي بيتعمل ده النهارده، طب ده حركه المفروض ان في ركود عالمي بقى. طب ازاي النهارده ركود عالمي والسنه اللي فاتت ومع كورونا ولا ده، ودلوقتي حجم الدخل كده؟ لان في اعتبارات اخرى بتدرس، في هنا كيان جوه الهيئه بيدرس كل شيء بما فيه الرسوم اللي بتتحط والواقع العالمي وحركة التجارة، ومش بس كده، وتكلفة النقل عشان في الآخر يقول رسومنا كذا كذا. تاني بقول، اللي بيعمل المشروع ده هي قناة السويس، يعني المليارات اللي بتصرف منين دلوقتي؟ الدولة. من دخل قناة السويس. شدد الرئيس السيسي على أن هناك حملات مغرضة تستهدف التشكيك في الإنجازات التي تم تحقيقها، داعيا أجهزة الدولة إلى توضيح الحقائق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة. وأكد الرئيس السيسي الحرص على مصارحة المصريين بكل أمانة، حيث يتم تنفيذ كافة المشروعات بناء على دراسات علمية دقيقة. هل الدولة كانت محتاجة أنها تعمل ازدواج للقناة ولا لا؟ طب انا هقول لكم، احنا ساعتها تقريبا بنتكلم في حوالي 68 مليار جنيه اذا كنت انا فاكر، تمام، مش كده؟ اللي هو حصل فيهم اكتتاب للمصريين ونزلوا في خلال اسبوع 10 ايام بالكتير كان المبلغ ده موجود معانا، وده اللي تم بيه يعني توفير التمويل اللازم للجزء ده. طيب، وحصل كلام كتير في الوقت دوت، وتقال يا ترى ده مطلوب يتعمل ولا مش مطلوب، الدولة بتعمل ايه، وتشكيك. وانا بذكر دي عشان الفرصة للي عايز يدافع ويتكلم عن حالة الإساءة والتشكيك للدولة وخفض روح معنوية شعبها. المثال قدامكم وواضح، مش محتاج ان احنا نفكر فيه كتير. انت بتتكلم في كان تقريبا دخلنا 4.85، مش كده؟ تمام يا فندم، بالكتير يعني. تمام. قبل القناه. تمام. النهارده احنا بنتكلم في 5.5 و6 و7، ولسه لو انتوا جبتوا الرقم اللي اتدفع في الوقت دوت في عمل التوسعه ديت، هتجدوا ان الرقم ده احنا خدنا اكتر منه خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح القرية الأولمبية وتدشين قطع بحرية جديدة لقناة السويس. هذا وانتقل الرئيس السيسي على متن أحد اليخوت التابعة لهيئة قناة السويس عبر المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة إلى موقع الاحتفالية. كما شهد الرئيس تدشين قاطرتي عزيمة 1 وعزيمة 2 اللتين تقومان بقطر القطع البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى المعديات كرامة 1 وكرامة 2 لخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطع الشمالي للقناة، بالإضافة إلى المعديتين الأقصر 1 والأقصر 2. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة حريصة على نجاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح الحضري الكبير. وأكد خلال زيارته لها أن مدينة الفنون تضيف زخما ثقافيا وفنيا مميزا للمدينة، ويتم إدارة المدينة وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة. كما تم وضع استراتيجية واضحة لها لاستقطاب الكفاءات والكوادر. وزار رئيس الوزراء عددا من المتاحف والمسارح ومراكز الإبداع وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، وزار قاعة الموسيقى التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضري الكبير.
عقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرية بنطاق محافظة الشرقية بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمسؤولين. تناول الاجتماع استعراض إجراءات العمل بالمشروعات المستهدف تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية، وتضمن المراحل التي تم الانتهاء من تنفيذها والمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة وبحث المصاعب والعقبات التي تحول دون دفع وتيرة العمل ببعض المشروعات ومقترحات حلها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لاستكمال العمل بها وفقا للمعدلات الزمنية المخططة. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تؤثر بشكل مباشر في تحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية. حضر الاجتماع عدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري والمختص بمتابعة المشروع. نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية سوفتن، والذي استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة والتي أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب. وتأتي تلك التدريبات تأكيدا على مدى قدرة القوات المشاركة في تنفيذ عمل جماعي مشترك وكذلك التنسيق والتفاهم في تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة والمقدرة والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 464 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 162 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 49 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 111 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 705 قضايا، من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة، وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. نتابع. تكثف الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من حملاتها الأمنية المكبرة لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة وغش السلع بكافة أنواعها. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 88 طن مشتقات بترولية و22 طن ونصف مخلفات مواد بلاستيكية و19 طن مواد غذائية، وضبط أكثر من 11 طن هياكل دواجن منتهية الصلاحية بمصنع لتصنيع منتجات الدواجن بالقليوبية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 14 طن أعلاف حيوانية داخل شركة للأسمدة والمبيدات ومصنع ومحل أعلاف جميعها بدون ترخيص بالمنوفية. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تمكنت الإدارة من ضبط 6 قضايا صرف مباشر وإلقاء مخلفات. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط 5 قضايا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنوفية.
واستمرارا لجهود الإدارة بنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت في ضبط 6 مصانع ومخزن جميعها بدون ترخيص لإنتاج وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية والمنظفات والجلود، بلغ إجمالي المضبوطات 145 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمطهرات ومنظفات صناعية مغشوشة ومقلدة، و31 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و2000 اسطوانة أكسجين مجهولة المصدر، و8 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة، و1000 طن جلود مختلفة الأنواع مخالفة للاشتراطات البيئية. كما تمكنت الإدارة من ضبط 40 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بحوزة 3 أشخاص بالمنوفية يقومون بالإتجار في هذه الأسمدة بدون ترخيص. وبنطاق مديرية أمن الشرقية، نجحت الإدارة في ضبط 4 مصانع ومركز لتصنيع وتداول المواد الغذائية والأعلاف الحيوانية ومواد كيماوية ومجزر دواجن جميعها غير مرخصة، بإجمالي مضبوطات بلغت 71 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و132 طن ونصف مواد كيماوية مجهولة المصدر، و75 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة منسوب إنتاجها لشركات وهمية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن القوات الأوكرانية استعادت بلدة عدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف الواقعة شمال شرقي أوكرانيا. وفي رسالة مصورة قال زيلنسكي إن القوات الأوكرانية تحقق العديد من النجاحات على أرض الواقع، وعاد العلم الأوكراني يرفرف فوق العديد من المدن التي تمت إعادة السيطرة عليها. Що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів. اعلن وزير الدفاع الامريكي لايد اوستن ان الولايات المتحده ستسلم اوكرانيا مساعدات عسكريه جديده بقيمه 675 مليون دولار. هذا واكد اوستن ان الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لاوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركه، مشيرا الى ان القوات الاوكرانيه بدات هجومها المضاد في جنوب البلاد. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعلن عن تمويل عسكري أجنبي جديد بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا، وأضاف أن هناك 18 دولة أخرى معرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل تم إدراجها ضمن خطة التمويل. وقال المسؤول إن إدارة بايدن أبلغت الكونغرس الأمريكي بأنها تنوي إتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل دون تحديد الدول الأخرى أو تفاصيل المبلغ الذي سيذهب إلى أوكرانيا. Back at COP26, the world made a collective pledge of $1.5 billion to support the Congo Basin's forest. So وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.